السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يا رب كلكم تكونوا بخير. نوينا ناخد لقاح كورونا بسم الله وعلى بركة الله. اللي شجعني عليه يا جماعة أم حسين، ربنا يديها الصحة والعافية، قالت لي روحي والأمر بسيط. هنا دخلت وديتهم دفتر العائلة، خدوا البيانات وادوني رقم، قالت لي امشي هتلاقي سيب، امشي على الخط الأخضر لحد ما يوصلك للغرفة. بسم الله وعلى بركة الله. طيب طبعا انا هنا ماشيه في السيب عشان اروح للغرفه اللي هاخد فيها اللقاح، يعني الامر بسيط والامور يسره جدا جدا بسم الله ما شاء الله. وناس يعني كل حاجه سهله بصراحه. المركز ده يا جماعه في مستشفى عسير معمول خصيصا للقاح كورونا، بسم الله ما شاء الله سهوله جدا، كل حاجه ميسره بفضل الله وبفضل الناس المحترمين اللي شغالين هناك. بسم الله وعلى بركة الله. خدت اللقاح وطلعت، خدته في الكتف اليسار يا جماعة، في الكتف اليسار فوق شك الدبوس، يعني حاجة كده لا تذكر. لحد دلوقتي الأمور تمام والأمن مستتب. طبعا أنا كان معايا ريم، ريم 16 سنة مرضوش، قال له لا ملهاش لقاح. قلت يلا حظك يا ريم. جلست انتظرتني هنا بره لحد ما في كراسي محطوطة، قعدت وانتظرتني لحد ما أخدت اللقاح وطلعت. بص يا جماعة الموضوع كله على بعضه ما خدش 3 دقايق من ساعة ما دخلت المركز لحد ما طلعت. شوف البت ريم راحت فين؟ قاعدة اهي، قاعدة بتلعب بابجي. شوف أمها بتاخد اللقاح وهي بتلعب بابجي. امشي يا ريم هتتخبطي وأنت ماشية. بتلعب بابجي ما زالت. امشي يا ريم أمك واخدة اللقاح، يلا أروح البيت أنا عيانة دلوقتي وأنت لازم تخدميني. ولا في دماغها بابجي برضو. على العموم يا جماعه انا حبيت اقول لكم تجربتي من يعني وانا باخد اللقاح، وهقول لكم على اي حاجه تحصل لي. والسلام.